الحكومة النمساوية تلتقي لبحث الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين. نشطاء المناخ يتوعدون بإغلاق شوارع فيينا لمدة أسبوع. اعتقال عراقي قام بطعن زوجته ومهاجمة الشرطة. محاكمة سوري طعن زميله في دورة اللغة الألمانية. الجمارك النمساوية تضبط شحنة من المنشطات الجنسية. مشاهدين الكرام، مشاهدي إنفوجراف في كل مكان، مرة أخرى نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية بعد توقف دام قرابة 8 أشهر. واليوم عدنا، وكما تعهدنا معكم دائما سنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة بدء العام الجديد ومن فريق النمسا ميديا، نتقدم بأجمل التهاني لمسيحي الشرق والغرب، وعلى بركة الله نبدأ بتقديم النشرة الإخبارية الأولى. تبدأ الحكومة النمساوية الاجتماع السنوي لها برئاسة المستشار كارل نيهاما غدا الثلاثاء وعلى مدار يومين لتحديد أولويات العمل لعام 2023. وقال نائب المستشار النمساوي فيرنر كوغلا أن التحول إلى الطاقة المستدامة هو التحدي الأكبر للنمسا ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى نحو الاستقلالية في مجال الطاقة بأقصى سرعة وضرورة الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين، مؤكدا على تمكين التوسع السريع للطاقة المتجددة في العام الجديد. بدأت حركة الجيل الأخير من نشطاء المناخ في فيينا نشاطهم الاحتجاجي اليوم 8 صباحا، والذي يستمر لمدة أسبوع. وكما ذكرت صحيفة كورير، تدخلت الشرطة بعدد كبير من الضباط وأبعد النشطاء عن الشارع، ودعت المجموعة الحكومة في بيان لها إلى تحقيق أهدافها المناخية، وأن تنفذ الحكومة أبسط الإجراءات مثل سرعة 100 كم/ساعة على الطرق السريعة. ويذكر أنه في النمسا تنبعث كمية أعلى من المتوسط من غازات الاحتباس الحراري للفرد، وهو أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة لسكان العالم، وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. أعلنت الشرطة النمساوية القبض على عراقي طعن زوجته بعد هروبه بوقت قصير، وقيل أن الجاني هاجم رجال الشرطة أثناء محاولة القبض عليه. وكما ذكرت صحيفة هويتا أن العراقي طعن شريكته صباح اليوم الاثنين في مدينة لينز، وأصيبت بجروح خطيرة وهرب بسيارته. وبحسب المعلومات الأولية غير المؤكدة، أصيب أحد ضباط الشرطة بجروح خطيرة، وقيل أن المتهم سرق بندقية هجومية من أحد الضباط، وكانت الشرطة قد نشرت عددا من الحواجز على الطرق لتتمكن من اعتقال الجاني. بدأت المحكمة الجنائية في فيينا اليوم بمحاكمة الشاب السوري المتهم بمحاولة قتل زميله في دورة اللغة الألمانية. وحسبما ذكرت أور إف، فإن المتهم طعن زميله السوري بسكين في نوفمبر الماضي، وقد نجت الضحية، وكانت المضايقة هي الدافع وراء ارتكاب الجريمة. وبحسب أقوال الشهود في التحقيقات الأولية، هاجم المتهم زميله بعد مشادة كلامية بينهما بسبب تفوق الضحية على المتهم في اللغة. ومن المتوقع أن يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تتراوح من 10 إلى 20 عاما في حالة إدانته. ضبطت شرطة الجمارك في مطار فيينا شحنة مؤلفة من 45,000 عبوة من المنشطات الجنسية قادمة من الهند، حيث أثار سوء تغليف الشحنة من الأدوية شكوك ضباط الجمارك في المطار، واتضح أنها شحنة مشبوهة. ووفقا لبيان الجمارك، فقد وصلت الشحنة إلى المطار
عبر فرانكفورت ليتم تسليمها إلى وكيل الشحن في اليونان. وبسبب عدم وجود شهادة الاستيراد اللازمة تمت مصادرة الشحنة مؤقتاً، كما تم إرسال تقريراً إلى سلطة المنطقة المسؤولة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.